فضيلة الشيخ عطية صقر، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات بعد صلاة الجمعة أم لم يصلي؟ وما الحكم في صلاة النفل بعدها؟ صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يختلف في أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي فيه 2 ركعتين، رواه البخاري. وابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2، رواه أبو داود. يؤخذ من هذا أن صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة مشروعة ولا حرمة فيها، والله أعلم.